get up. عناصر الأمن في هذه اللحظة تستهدف الصحفيين. كما قلت أزجية الأمن تستهدف الصحفيين بالدفع والضرب بوسائل أو الأجهزة الواقية. قبل قليل تم استهداف مجموعة من الصحفيين من طرف الأجهزة الأمنية. والإقصاء فتحية لكل منابر الحية. وأيضا نقول أن الحكم الذي صدر في عون السلطة الأمس ليس هذا هو هدفنا. الهدف ديالنا هو اللي عطى السيد القرارات باش عنده الأوامر باش يعلم في الأساتذة. ونقول لا يمكن لهذه العقوبة أن تشبه غليلنا. ونقول أن الداخلية مازال خصها تحمل المسؤولية ديالها الكاملة في تعنيف الأساتذة. فتحية مجددة لهذه الحناجر الحرة الأبية. اعتقال اخر، اعتقال شخص اخر
اعتقالات، اعتقال شخص آخر، اعتقالات، فضل لحظة اعتقالات. لكن أخلي سبيله. كثيرة جدا نتيجة ديال التدافع بين أجهزة الأمن وبين الأساتذة. في هذه اللحظة صدامات عنيفة جدا، استعمال القوة من طرف الأجهزة الأمنية. كما قلت الآن بدأت اعتقالات في صفوف الأساتذة، اعتقالات في صفوف الأساتذة. رجع عليهم بعد مجموعة الإصابات. محاولة طرف الأمن لاعتقال أسير، محاولة ديال أجهزة الأمن لاعتقال بعض الأساتذة. تحية نضالية يعني دائما من داخل إطار التنسيق الوطني للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، يعني تنزيلا لبرامج المنزل المجلس الوطني. الأساتذة المفروض عليهم التعاقد يأخذون إضرابا لمدة 4 أيام مرفوقا بإنزال بالرباط، وكما تشاهدون استمرارا في الآلة أو المقاربة القمعية التي تنهجها الدولة. اعتقالات في صفوف الأساتذة، يعني إصابات كما عودتنا الدولة المغربية، ما عندناش شي إجابة أخرى، ما عندهاش شي أسلوب آخر غير القمع والاعتقال، ولا ربما كما شاهد للشعب المغربي الاعتقال بطريقة مهينة لأحد الأساتذة المفروض عليهم التعاقد لا لشيء، فقط لأنه نزل للرباط يطالب بحقه في الوظيفة العمومية اللي كيضمنها له الدستور المغربي.
لكنه يتعرض للقمع والاعتقال. بطبيعة الحال من داخل التنسيقية الوطنية رئاسة المفروض للتعاقد نرفض جملة وتفصيلا هذه الاعتقالات السياسية، هذه الاعتقالات المهينة في حقوق في صفوف الأساتذة، لأنه الاحتجاج حق مشروع، حق دستوري، يكفل لنا الدستور ديال بلادنا. جينا نمارسوه في الرباط، جينا رد الفعل هو طبيعة الحال نندد بهذه الممارسات، وسنستمر في الإنزال غدا إن شاء الله، ويكون شكل نضالي آخر غدا إن شاء الله في انتظار يعني الإعلان عن التوقيت من طرف المجلس الوطني للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. الموت وعلى المادلة.